كابادوكيا التركية، حيث لا ينتهي التاريخ في أفق تلك المساحات. في كل شبر من مملكة تاهت خلال حقبات كثيرة تصارعت فيها السيوف والطموحات السياسية وحتى الأديان. يعود اسم كابادوكيا إلى أواخر القرن السادس قبل الميلاد، إلى زمن ملكين شهيرين هما داريوس وكزيركسيس، ويعني الاسم أرض الأحصنة الجميلة. وتعتبر كابادوكيا أرضا تعتز بها تركيا منذ بدأت بالاستقرار مع نهاية القرن الحادي عشر، وبعد معركة السلاجقة والجيش البيزنطي في الأناضول وأرمينيا، والتي انتصر فيها السلاجقة وتحولت المنطقة تدريجيا إلى مقاطعة تركية. تصنف منطقة كابادوكيا من قبل منظمة اليونسكو على أنها إرث عالمي، حيث أن المنطقة تأسر الزائر بالمنازل المحفورة بالصخر والحجارة البركانية والمركبات الصخرية التي حولتها الطبيعة لتأخذ أشكالا عجيبة وغريبة. ترتفع كابادوكيا عن مستوى سطح البحر 1000 متر، وتصل إحدى القمم إلى ارتفاع 3916 مترا، تحدها سلسلة جبال طوروس من الجنوب. تأسست كابادوكيا كمملكة في عهد الإسكندر الأكبر. تقع كابادوكيا في شرق هضبة الأناضول في وسط تركيا المعاصرة، وتتألف تضاريسها من سهل هضبي يرتفع 1000 متر عن سطح البحر، تتخلله قمم بركانية وجبل أرجيس. ولا تتضح حدود معالم كابادوكيا بشكل دقيق خصوصا نحو الغرب. عرفت كابادوكيا في العصر البرونزي باسم ختا، وكانت موطن الحيثيين الذين اتخذوا حتوشا معقلا لهم. تحتوي كابادوكيا على العديد من المدن تحت الأرض، استخدمت أغلبها في عهود المسيحية المبكرة كأماكن الاختباء قبل تحول المسيحية إلى ديانة مقبولة. وتمتلك هذه المدن التي تقع تحت الأرض شبكات دفاعية ومصائد في الكثير من طبقاتها السفلية، حيث كانت هذه المنظومة وبالذات منظومة الأنفاق قد بنيت بممرات ضيقة لمواجهة الأسلوب القتالي الروماني. بعد معركة ملاذكرد في عام 1071، بدأت عشائر تركية مختلفة تحت قيادة السلاجقة باستيطان هضبة الأناضول. ومع تعاظم القوة التركية في الأناضول، تحولت كابادوكيا إلى منطقة تابعة للدولة التركية التي قامت على شرق الأناضول وغربها. تعتبر منطقة كابادوكيا منطقة سياحية ذات شهرة عالمية، حيث يوجد فيها الكثير من المشاهد الجيولوجية والتاريخية والحضارية الفريدة. ومن أهم الوجهات في كابادوكيا أورغوب وغوريم ووادي إهلارا وأوج حصار وزلفة. ومن بين المدن التي تقع تحت الأرض والجديرة بالزيارة والمشاهدة ديرين كوير وكاي ماكلي وغازي أمير وأوزكاناك. وتعتبر المناطيد ذات الهواء الساخن من الأنشطة التي تجذب السياح في كابادوكيا، وهي متوفرة في غوريم. تشكلت الصخور الرسوبية في البحيرات والمجاري المائية ورواسب البرقعان التي انفجرت من البراكين القديمة قبل حوالي 3 إلى 9 ملايين سنة تحت كابادوكيا. أما صخور كابادوكيا بالقرب من غوريم فقد تآكلت لتصبح مئات من الأعمدة العجيبة في شكل منارات. كما أن الناس الذين سكنوا كابادوكيا قد نحتوا لهم البيوت والكنائس والأديرة من رواسب الطوف البركانية الخفيفة. كما أن غوريم أصبحت قديما مركزا رهبانيا، وترجع الفترة الاستيطانية الأولى لغوريم إلى العهد الروماني.